صباح الخير، ازيكم؟ قبل كده انا عملت لكم طبقات المهلبيه بالجيلي، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو. النهارده معانا طبقات المهلبيه والشوكولاته، طعمها روعه، واحسن من كده كمان انها اقتصاديه جدا جدا. هنبدا على طول. معانا هنا 3 كوبايات حليب، اللي هو كوبايه الشاي اللي هي 250 مللي. هنضيف على ال3 كوبايات حليب معانا 2.5 كبار من النشا، ومعانا كمان 4 معالق كبار سكر، ما يعادل من بربع كوباية سكر. هنضيف عليها، انا كان عندي في الفريزر كريمة حلويات فضفت منها 2 معلقة، اللي هو تقريبا ربع كوباية من كريمة الحلويات. لو مش عندك ممكن تضيفي 2 كبار من بودرة الكريم شانتيه، مش عندك ما فيش مشكلة، مش هنقف خالص. هنقلب على البارد كده، كل ده بنقلب على البارد. بعد كده انا هروح ارفعه على النار، هنبدأ نقلب لحد ما قوام المهلبية بتاعنا يتماسك شوية. هنا كنا قربنا خلاص للقوام اللي احنا محتاجينه. الطعم بتاعها كريمي جدا ولذيذة وخفيفة خالص، مش هتجمد معانا خالص بالمكونات. المهم تتابعوا المكونات اللي انا عملتها تلتزموا بيها. هنضيفها هنا في الكاسات بتاعتنا. انا ضفت تقريبا 3/4 الكاس، يعني عشان بس الشوكولاتة متبقاش كتير قوي. ونسيبهم يبردوا، ولحد ما يبردوا بره هنكون عملنا الطبقة التانية. معانا هنا 1/2 كوباية كاكاو خام غير محلى، معايا 2 معالق صغيرين من الدقيق، دي معلقة بتاعة الشاي، 2 معالق شاي صغيرين من الدقيق، يعني كده 1/2 كوباية من الكاكاو خام، 2 معالق دقيق. هنا 1/2 كوباية من الكاكاو من السكر، اسفة، يعني نفس كمية الكاكاو حتى السكر. دي رشة ملح صغيرة ما بين صوابعي كده. هنضيف عليهم 1 كوباية من الحليب. هنقلب المكونات لحد ما كلها تتجانس مع بعضها. كل ده برضو على البارد. عايزة تضعف كمية الحليب والبودر والكاكاو مفيش مشكلة، انا ضفت بس عشان هعمل طبقة صغيرة من الشوكولاتة. كل ده على البارد. بعد كده انا هنا رفعته على النار، اهم حاجة تكون نار متوسطة، ما تعليش النار خالص عشان ما يتحرقش منك. وتفضلي تقلبي كل ما يغلي كده، تقلبي لحد ما نحصل على القوام التقيل ده. بعد كده هيكون معانا 1.5 معلقة كبيرة من الزبدة، بس الزبدة مش هنحطها غير لما نقفل النار. يعني هنا انا كده طفيت النار اول ما القوام تقل معانا بالشكل ده. بعد كده ضفت 1.5 معلقة كبيرة من الزبدة، هنسيحها في كده سوا مع بعضيهم، ولحد ما تختفي الزبده هنضيف علينا عليها. لو عندك فانيليا سايله ممكن تحطي معلقه صغيره من الفانيليا السايله، او باكيت صغير اللي هو تقريبا 8 جرام من الفانيليا البودر. انا حطيت فانيليا بودر. هنروح بقى هنلاقي، احنا على فكره الطبق ده ممكن تستخدميه في الساندوتشات. دي النوتيلا الاقتصاديه بمعنى اصح. انا كنت هعملها لكم في فيديو لوحدها، بس قلت بما ان في مهلبيه فنعمله كله سوا. قوام سائل، طعمه جميل جدا، غير مكلف خالص. دي طبعا بتتساب، لو اتبقى عندك منها بتتساب في الثلاجه، بتغطي عليها وتسيبيها في الثلاجه. هنروح للمهلبيه بتاعتنا، هتكون بردت شويه، يعني ما تحاوليش تحط الشوكولاته والمهلبيه سخنه قوي، تكون بردت شويه عشان لو حطيتها وهي سايحه خالص هتلاقي الشوكولاته نزلت لتحت. هنعمل هنا طبقه من الشوكولاته، ايوه كده بالشكل ده. انا كان عندي فارماسيل عملت عليها بالشكل ده، حاجه بسيطه كده مش مشكله خالص، دي اختياري. بعد كده هنسيبها في الثلاجه لحد ما تبرد خالص. انا سيبت التالتة دي عشان يعني اللي عايز كده واللي عايز كده. وهنا بعد ما طلعناها من التلاجة كانت بردت 2 3 ساعات كده، مش كتير قوي. طعمها روعة، كريمي رهيب. ما تنسيش تقولي لي رأيك في كومنت ولايك للفيديو، فضلا وليس امرا. الى اللقاء مع الفيديو القادم. باي باي.